لا والاهلي باوعون، اهلي باوعون، اهلي يشوفون طبعا. انجح انجح. السلام عليكم، صباح الخير. اليوم يوم جديد طبعا، وسوالف انا دا احس روحي حل درامي يعني، ما ادري شنو. المهم انه رايح الجامعه هسه، فتعالي على الجامعه. يلا وصلنا الجامعه، محطه مال الجامعه. وهاي هسه الجامعه، وصلنا الجامعه، قاعدين ننتظر الساعه 12 بعد ساعه تقريبا، ويبدا الدرس مالتنا. عندنا امتحان، ادعوا لي. شوفوا منو اجى، شوفوا منو اجى. جميله اجت. شوفوا راحت جميله للاسف. هاي عماره كليتنا طبعا، هسه رايح على الامتحان، فادعوا لي يا ربي. والله خايف. يلا ادعوا لي، ادعوا لي، خلص اخمها واجيكم. مع السكاكه عيني، مع السكاكه كلها هنا. هذا من دمج خو عمر، روح اندمج، اندمج، سوي روحك من دمج اول حين. هيك هيك خرب عرضك عمر، شنو انت؟ هاي الاسئله اجوبه. يلا كملنا الامتحان. طبعا الامتحان شق حق، جاب واحد من الاسئله سوي اكو شيء اسمه اراي بالجافا. خلي مكان الارقام خلي اسماء، واحنا امر ما ماخذين شلون نخلي اسماء. خوش. وسؤال ثاني سوي لي برنامج بشان الزونة وفهد ونمر، خلي واحد مكان ثاني واحد داخل الثاني بعدين بدلهم. زين ايش اسوي بيج برنامج؟ من راح يتعلم يج برنامج يعني؟ والله ما ادري شلون. يلا استغفر الله، ايش اسوي؟ الحمد لله جاوبت، بس يعني هي كانت 8 اسئله جاوبت على 5 منها. وجه جديد ويانا، رمضان صديقي. سوري بس شنو لهجته مالته؟ عراقي. طبعا مالته عراقي يعني، ابد ما اشعر وياه بالغربه، صارت بالمه هنا من ورا هذا. ايش اسمه؟ ابن كافي حبيبنا، عرف نفسك. سوفت وير مرحله ثالثه يعني، شيء لك راح يدرسه، بس يلا الحمد لله انه انا احب هذا الشخص. رايحين ناكل انا ورمضان ويانا شخص. يا شخص رايحين ناكل، لان شنو طلعت من الامتحان قلت لكم خربانة. يلا مش خلنا ناكل. هذا الاكل مالتنا، هذا ما ادري شنو، هاي فاصوليا اذا كنت منه، هاي تشابي. هذا بوفيه مفتوح طبعا من الجامعه، فيلا بالعافيه علينا. هسه يجون اصدقائي همين وناكل كلنا سوا. رجعنا على الجامعه، كملنا الاكل، هسه رايح الدرس همين. هذا الاباني نفس ما يخلص الساعه 3 الثنتين هسه. باع الملل، بس باع الملل. هاي رجعنا للبيت هسه، الدنيا ليلت. يلا طلعنا من الجامعة طبعا، وهسه قريب من البيت تاني. ما صار شيء جديد حتى صور لكم اياه، فخليك بعد ما كملنا يعني خليكم. مو هاي بالبيت طبعا، هاي الروتين اليوم اللي مالتنا حفظته وخلاص. ف وصلنا لنهاية الفلوق اليوم طبعا. انا شو على نهاية الفلوق تحمست، ما ادري ليش. المفروض كان المفروض من البداية تحمست. الناس يسوي اشتراك، خلي يسوي جوه تمام. لا تبخلون بالاشتراك، انه هو دق محمر راح تدوسوها، ما تاخذ ربع ثانيه منكم. اسف حكي بسرعه، بس انا من اتحمس احكي بسرعه كلش تمام. داروني بلايكات وتعليقات هم جوه، واكو الانستا مالتي والسناب والمدري ايش كلهن والفيس، وهاي حبشكلات كلهن جوه بالدسكربشن تمام. والفيديوهات القديمات هم يعني اذا تريدون تشوفونها من بالدسكربشن بالوصف جوه جوه تمام. اخر شيء اقول لكم عيشوا بقوة، هاي تعلمتها من الانمي، لين انا مود من الانمي شوي. يلا باي باي، اشوفكم باكر، باي.